السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن لم يشاهد الجزء الأول حول طريقة فك القطع للوصول لحزام التوقيت، يظهر لكم رابط الشرح أعلى الفيديو. أما في هذا الجزء سنتطرق لكيفية ضبط المسننات مع العلامات قبل نزع الحزام من مكانه ليسهل علينا تركيب الجديد. إذا لنتعرف على العلامات أولا. لو نلاحظ هذه العلامة الخضراء، يجب أن تكون مع هذه العلامة في نفس الخط. وتلقائيا عند ضبط العلامتين الأوليتين سنجد كذلك هاتان العلامتان مضبوطتان، أو العكس، وتلقائيا سنجد هاتان العلامتان مضبوطتان. أما بالنسبة للمسنن السفلي فيجب ضبط هذه العلامات معا، فتنضبط العلامات في المسنن العلوي تلقائيا. الآن سنقوم بضبط هاتان العلامتان أولا. كل ما يجب علينا فعله هو إعادة هذا البرغي إلى مكانه. سأضيف إليه صامولة ليسهل شده. بعد ذلك نقوم بعملية التدوير إلى أن تتلاقى العلامتان. ها هو بهذا الشكل. لو نلاحظ الآن تم ضبطهما بالشكل الممتاز. لو نتوجه الآن للمسنن العلوي، شاهدوا تم ضبطه تلقائيا عندما ضبطنا المسنن السفلي. كذلك بالنسبة لهاتان العلامتان أصبحتا متطابقتان. إذن بهذا الشكل تم ضبط علامات المسنن العلوي تلقائيا. أما الآن سنقوم بنزع هذا البرغي من مكانه. وسنحاول نزع الحزام من مكانه، ولنزعه يجب رخي هذا المشد. يوجد برغي هنا وبرغي هنا، سأقوم برخيهما فقط دون نزعهما. الآن آتي بأي أداة أقوم بإزاحة المشد للأعلى وأقوم بشد البرغي حتى لا يرجع المشد. ها هو بهذا الشكل، وها هو أصبح الحزام مرتخي ويسهل علينا نزعه من مكانه. إذن هذا هو الحزام القديم تقريبا، لا زال لم تظهر عليه أي عيوب. وبما أن المصنع أمر باستبداله على 90,000 كيلومتر، سأقوم باستبداله طبعا. وهذا هو الحزام الجديد، نوعية ممتازة، يركب بهذا الشكل ناحية الأرقام. لا يجب تركيبه بالمقلوب بهذا الشكل، وإنما بهذا الشكل. سنقوم بتركيبه الآن. أقوم بتمريره على المسنن العلوي أولا. ثم أقوم بتمريره على المسنن السفلي. ها هو. ثم أقوم بإدخاله بالمسنن. بعد ذلك أمرره على المشد. الآن سأقوم برخي هذا البرغي حتى يرجع المشد إلى مكانه ويقوم بشد الحزام جيدا. الآن أقوم بشد البراغي كما كانت. الآن أقوم بإرجاع هذا البرغي إلى مكانه وأحاول إدارة المسنن 4 أو 5 دورات حتى أتأكد من أن التركيب سليم. إذا لم يدور المحرك دورة كاملة فالتركيب خاطئ. الآن كما نشاهد يدور بشكل جيد، معنى أن التركيب سليم وممتاز. الآن سأحاول تشغيل السيارة للتأكد قبل إرجاع القطع إلى مكانها.
ها هو اشتغل معنا المحرك بشكل ممتاز ولا يوجد أي تأخير في التشغيل. الآن سنقوم بنزع هذا البرغي ونكمل عملية إعادة الأشياء كما كانت. فرجة ممتعة بدون شرح بالصوت. وبهذا نكون قد انتهينا من عملية تركيب حزام التوقيت. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.